الذي ودع هو الآخر البطولة بعد هزيمتين من مصر 1-0 ومن الجزائر بهدفين دون مقابل. إذا مباراة لحفظ ماء الوجه بالنسبة للمنتخبين، ما يعنينا يا كابتن مدثر منتخبنا الوطني، وماذا يريد المنتخب الوطني من مباراة لبنان؟ نعم، المباراة هي مباراة أداء واجب بالنسبة للمنتخبين. مهم جدا أن المنتخب السوداني ما يتعامل مع المباراة على أنها مباراة أداء واجب، زي ما خسرت من منتخب مصر أو خسرت من المنتخب الجزائري، عادي جدا أخسر من المنتخب اللبناني. لا، المباراة مختلفة في أنه لبنان يمكن الخصم الأقل في المجموعة بعدنا، فمطلوب ان المنتخب يجتهد في اطار انه يرضي القاعده الجماهيريه. في حال احنا شفنا الالتفاف الجماهيري الكبير رغم الهزيمه الاولى في المباراه الثانيه، الحضور كان كبير جدا. مطلوب من اللاعبين الاجتهاد في يقدموا صوره كويسه في المباراه الاخيره، يحاولوا يراضوا القاعده الجماهيريه الكبيره دي في المباراه الاخيره، وعلى الاقل يدوا الوسط الرياضي احساس انه ممكن يحصل تحسن قبل بطوله الامم الافريقيه بانه يؤدوا مباراه كبيره ضد لبنان ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن باقر، ماذا يريد؟